ناقش مجلس الوزراء تقريرا حول منهجية وموجهة إعداد موازنة العام المالي 2020 قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي. وتضمن التقرير عددا من السياسات والإجراءات في مجالي الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وتحقيق الأمن وسيادة حكم القانون بالتركيز على ما جاء في برنامج وأولويات الحكومة الانتقالية. وشدد الاجتماع على ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات خاصة في الولايات ومراجعة الخدمة المدنية ومعالجة التشوهات في المرتبات والأجور.